بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا رب العالمين. انا هتكلم النهارده عن مولاريا داكت انومالي وهاو تو دايجنوز ات. مولاريا داكت انومالي ار انكومن بات اوفن تريتابل كوز اوف انفيرتيليتي. Patients with Mullerian duct anomalies are known to have a higher incidence of infertility, repeated trimester spontaneous abortions, fetal intrauterine growth retardation, fetal malpositions, preterm labor, and retained placenta. The role of imaging is to diagnose and distinguish surgically correctable Mullerian duct anomalies from inoperable form. هنقول كلمتين بسيطة كده عن الامبريولوجي بتاع الفيميل جينيتال سيستم. انا الفيميل جينيتال سيستم عندي اليوترس والسيرفكس والابر تو ثيرد فاجينا، وطبعا الفالوبيان تيوب دول بيتكون في الامبريو من اتنين مولريان داكت، بيبقى وان على رايت سايد وان على الليفت سايد. الاتنين مولريان داكت دول بيحصل لهم من الليفت ومن الرايت، بيحصل لهم يعني ايه، بيمشوا لغايه ما يجوا يابروش الميد لاين ويحصل لهم فيوجن. الفيوجن ده بنسميه لاترال فيوجن. وبعدين بعد ما بيحصل لهم لاترال فيوجن بيقوموا الاثنين بيبقى بينهم سبتم. السبتم ده يابزورب زي ما احنا شايفين في الصوره دي كده. انا لما اجي اشوف في الصوره بتاعتي دي، انا بيكون عندي هنا مولريان داكت موجود على الرايت سايد، مولريان داكت على الليفت سايد، بيحصل لهم مايجريشن من اللاترال اسبكت للميدل سايد لغايه ما يحصل لهم هنا فيوجن زي ما احنا شايفين، ويبقى الاول بينهم سبتم وبعد كده يحصل في الصوره دي كومبليت ريزبشن اوف سبتم. لو حصل عندي ديستورشن في اي مرحله من المراحل دي، سواء كانت تكوين التيوب او المولريان داكت، سواء كان المايجريشن والفيوجن، سواء كان الريزوبشن للسيبتم ان بتوين، بيحصل عندي المولريان داكت انومالي. هنقول كلمه بسيطه كده عشان سمبليفاي الانومالي ده. الانومالي اللي عندي انا بقسمهم لسبعه كلاسز حسب المشكله حصلت فين بيجي لي كلاس. فانا لو نفترض ان المشكله حصلت في كلاس في التكوين، يعني لا اما وان اوف مولريان داكت ماشي اتكونت، او اتكونت وبقت صغيره، او البوست مولريان داكت دول ما اتكونوش، هيدوني كلاس 1 انت كلاس 2 انومالي. لو المولريان داكت اتكونت بس المشكله بقت في الفيوجن، هيديني كلاس 3 انت كلاس 4 انومالي. لو اتكونوا لكن المشكله في الريزوربشن بتاع السبتم ان بتوين، هيدوني كلاس 5 اند كلاس 6 انومالي. هنتكلم دلوقتي ايه هي الكلاسز دي. انا عندي كلاس 1 وده بيبقى عباره عن اللي هو اليوتراين اجينيسيس او هايبوبليزيا، الكلاس 2 اللي هو اليونيكورن يوترس، الكلاس 3 اللي هو دايدلفس يوترس، بعد كده الكلاس 4 بايكونويت، الكلاس 5 اللي هو السبتيتيك يوترس، الكلاس 6 اللي هو الاركويت، وبعد كده الكلاس 7 اللي هو عباره عن الانيوترو دايسايلس استيلبسترول اكسبوجر، وده تي شيب يوترس. ده صوره مجمعه للكلاسز اللي عندي. ابقى بس شايفه هنا الكلاس 1 اللي هو الهايبوبليزيا. الهايبوبليزيا دي ممكن تحصل على اي مستوى، على مستوى الفاجينا، يعني المشكله في التكوين كانت فين. لو حصل ان اتكونت غلط في اي منطقه هيبقى فيها دي الابنورمالتي، هل على مستوى اليوترس، على مستوى الفاجينا، على مستوى السيرفيس. كلاس 2 دي مهمة جدا احنا نركز فيها. انا كلاس 2 دي بيحصل عندي مشكلة ان وان اوف ذا هورن لا اما ما اتكونتش، اما اتكونت وبقى صغيرة. لو وان اوف المولريان داكت على الرايت او على الليفت ما اتكونتش، يبقى هيديني يوني كورن وتيوترس، هورن بس واحد موجود. لو اتكونت نورم على وان سايد وعلى الاذر سايد بقت سمول وما فيش فيها ديفرنشيشن، هيديني وان هورن مع رودومنتري هورن موجود ما فيهوش اي فانكشن اندوميتريم. لو اتكونت عندي هنا انها بقت سمول سايز، اتكونت بس سمول سايز، ممكن تبقى كوميونيكيتنج مع النورمال هورن اللي موجود عندي وده ما بقاش فيه منه مشكله، وممكن تبقى نان كوميونيكيتنج وده يبقى فيه مشكله، لان في اوبستراكشن لما هيحصل عندي من السايكل البلاد هيأكوميونيت هنا. الكلاس 3 اللي هو الدايدلفز يوترس، الكلاس 4 اللي هو بايكونويت، وبعد كده السبتيت، الاركويت اند تي شيب يوترس. ايه بقى الايمجنج موداليتي اللي احنا بنستعملها؟ طبعا كلنا عارفين الهيستوري، الهيسترو سربنجيوجرافي ده الاولدست اند ذا موست وادلي يوز تكنيك. هو الهيسترو ده بقدر اشوف بيه ايه؟ بشوف بيه اليوتراين كافيتي من جوه، بشوف بيه التيوب، لكن ما اقدرش اشوف الاوتر فاندل كونتور، ما اقدرش اشوف الاوفري. في مشكله في التشخيص ان انا ما بقدرش افرق بتوين السبتيتد والبايكونيوتيوترس بالهيسترو سربنجيوجرافي. ان اديشن
ان انا كومن الانومالي بتاعت الكلاسيس دي ان انا بيلاقي معايا رينال انومالي. طبعا بالهسترو ما اقدرش اخد اي فكره على الكدني خالص، فبالتالي لو في رينال انومالي اي كودنت ديتكت، يبقى بالتالي لما بعمل هيستورو سالبنجيوجرافي لازم بحتاج انذر تكنيك معايا عشان اعمل فول ايمجنج وفول دايجنوز للحاله. ده طبعا نرمال هيسترو بتاعي، الصوره دي لسبتيتد اند بايكون ويت يوترس، انا بس جايباها عشان اوضح عندي ان انا بيبقى في دبل كافيتي وتراين كافيتي في كله، عشان اقول شارب لاين ده سبتيتد او ده بايكونت بيبقى صعب جدا بالهسترو، فبالتالي لازم نيد انذر ايمجنج موداليتي. طيب ايه الايمجنج موداليتي تانية اللي ممكن نستعملها؟ ممكن نستعمل 3 دي الترا ساوند. 3 دي الترا ساوند الجميل طبعا حاجه فيري ايز، وبقدر اشوف بيه الاوتر سيرفيس كونتور اللي احنا شايفينه اللي انا ماشي عليه ده في الصوره، ده اقدر اقول اذا كان كونفكس ولا كونكيف ولا في كليفت، بقدر اشوف الاندوميتريال كافيتي زي ما انا شايفه كده زي الصوره التحتانيه، انا قادر اشوف السيرفيس بتاعي اللي عندي هنا كليفت اهو، واقدر اشوف ان انا عندي دبليو تراين كافيتي. طبعا الالترا ساوند من ميزاته ان انا اقدر اشوف اذا كان عندي في رينال انومالي موجوده ولا لا. فطبعا ال 3 دي الترا ساوند والالترا ساوند العادي ده لهم رول كبير جدا في الدايجنوزز. بعد كده لازم وانا بشتغل ال 4 دي، وانا بشتغل ال 4 دي ابقى واخده بالي ان انا لازم ابص على الاوتر سيرفيس بتاعي في شويه لاين كده باخدهم. طيب ايه اللاين اللي انا باخدها عشان اقدر اشخص منها؟ زي ما احنا شايفين باجي على الاوستيا على الليفت سايد والاوستيا على الرايت سايد واخد بينهم لاين كده، واجي على السيرفيس بتاعي بتاع الفانتس ده من جوه واقيس الديستانس بينهم. لو الديستانس دي كانت اكتر من نص سنتي يبقى انا بتكلم على سبتيتو تيوترس. لو انا جيت لقيت الديستانس دي زي في الصوره دي اقل من نص سنتي او الفندس بتاعي معدي تحت اللاين ده، ده يمشي مع الاركو تيوترس. يبقى ده اول لاين هنعرفه في ال 3 دي ان انا باجي اخد على الاوستيا رايت والاوستيا ليفت لاين ان بتوين واجيب حدود الفندس من جوه واقيس الديستانس بتاعتي دي قد ايه. اكتر من نص سنتي بنتكلم على سبتيت، اقل من نص سنتي او الفندس ماشي بلو لاين ده يبقى انا بتكلم على بايكون وتيوترس. اوكي اللاين ده بستعمله في حاجه تانية ان انا افرق بتوين الاركو تيوترس وبتوين السبتيت تيوترس. الاركو تيوترس اللي هو ده الانجل زي ما احنا شايفين بتبقى اوبتيوز كده، في اندنتيشن على الفندس لكن في اوبتيوز انجل، هنا الانجل في السبتيت تيوترس بتبقى اكيوت. في نفس الوقت باجي اقيس الاندنتيشن ده الدبث بتاعه قد ايه من اللاين، نفس اللاين اللي انا خدته قبل كده. لو لقيت الاندنتيشن ده اقل من 1.5 سنتي يبقى اللينث ده بتاع الدبث ده يبقى بتكلم على اركو تيوترس. لو انا لقيت ان الدبث ده اكتر من 1.5 سنتي يبقى انا بتكلم على سبتيتو تيوترس، هو نفس اللاين بس بقيس بيه حاجتين. بعد كده الام ار اي، طبعا الام ار اي ليه دور كبير جدا في التشخيص بتاع الانوماليز دي، وطبعا بقدر اشوف بيه الاكسترنال سيرفيس بتاعي الفاندر سيرفيس بتاعي، اقدر الاكيورسي بتاعته بتاعت 100%، بقدر اشوف الاكسترنال سيرفيس، بقدر اشوف الاوفري، بقدر اشوف الفاجينا اذا كان عندي اي رينال انومالي اسوشيتد. زي ما احنا شايفين في الصوره دي ده عباره عن كورونال ايمجز في الام ار اي، قدرت اشوف ان انا عندي الاوتر سيرفيس بتاع السيرف بتاع الفاندس بتاعي عامل ازاي، قدرت اشوف السبتم ان بتوين، قدرت اشوف الدبل يوتراين كافيتي اللي موجودين عندي. بالام ار اي في حاجه معينه لاين بقيسه في ال 3 دي كنت باخد اللاين كده على الاوستيا من جوه، لا الام ار اي هعمل ايه؟ هاجي اجيب التوب بتاعت الفندس بتاعتي وامشي عليها بخط ستريت اللي هو الخط الفوقاني ده، وبعد كده امشي على السيرفيس نفسه بتاعي اللي هو بتاع الفندس وامشي مع الاندنتيشن اللي عليه، امشي عليه لاين داتش كده اللي انا موجود عندي ده واقيس الديستانس بتوين الاثنين لاين دول. لو لقيت الديستانس بتوين اللاين دول زي في الحاله دي في الكليفت اللي موجود ده وخدت اللاين هنا وقسته ولقيته اكتر من 1 سنتي، ده معناه ان انا عندي ابنورمالتي في الفيوجن سواء كان بايكونوس او دايدلفس يوترس. لو لقيت الديستانس دي زي ما انا عندي في الصوره هنا وقست المسافه هنا لهنا اقل من 1 سنتي يبقى انا بتكلم على السبتيتي تيوترس، يبقى ده لاين تاني انا عرفته قدرت اخده واقيس بيه في ايه في الام ار اي. هندخل على كلاس كلاس، هنبتدي بكلاس 1. كلاس 1 ده المشكله في ايه؟ المشكله ان انا لا اما عندي الموليريان داكت لا اما ما اتكونتش او اتكونت بس صغنونه.
طيب لو المولينيا دكت ما اتكونتش ايه اللي هيحصل عندي؟ ما فيش يوترس هيتكون، ولا هيبقى فيه يوترس، ولا هيكون فيه سيرفكس، ولا في ابر تو ثيرد فاجينا. اوكي، لكن الاوفري هلاقيه نورمال، لان الاوفري بيجي من مكان تاني خالص، اللي هو جيرم سيل اللي يحصل لها امبلانتيشن في البريتونيوم بتاعي. واللور ثيرد فاجينا برده هلاقيه نورمال، ليه؟ لانها بتيجي من الساينو فاجينال بالب، ودي بتيجي لوحدها. فيبقى انا متوقعه. طيب انا دلوقتي عندي لا اما ما اتكونتش خالص، يبقى انا عندي ايه؟ يبقى انا عندي هايبوبلي اجينيسيس في اليوترس، او الموليديان دكت اتكونت بس صغيره فهتعمل لي هايبوبلاستيك يوترس. طيب هل الهيسترو هيبقى له رول في القصه زي كده؟ لا طبعا، الهيسترو مش هيساعدني في التشخيص خالص. طيب بنعتمد على ايه؟ على الالترا ساوند. الالترا ساوند لو انا ما عنديش يوترس خلاص هبص وما الاقيش يوترس، ابسنت يوترس. لو انا عندي الهايبوبليزيا يبقى الاقي عندي سمول يوترس، ممكن الاقي فيه زون الاناتومي شايفاه كويس جدا، ولاقي الاوفري ويل وويل فيجواليز. طيب في الام ار اي زي الصوره دي، لو انا جيت بصيت كده على الصوره اللي انا حطاها دي، الام ار اي ما عنديش هنا ده اهي البلادر دايركتم، ما عنديش هنا ايه يوترس موجود، ولكن اللور سيد فاجينا اللي هي جايه من الساينو فاجينال بلب موجوده، عندي الاوفري على البوث سايد موجود، يبقى ده اشخصها واقول عليها ايه؟ اقول عليها هايبوبلاستيك يوترس. طيب في الصوره الثانيه اللي عندي موجوده هنا، انا عندي يوترس موجود بس سمول سايز، ولو ركزنا انا ماشي على الاندوميتريوم اهو، والزون الاناتومي بتاعه موجود، يبقى ده هايبوبلاستيك يوترس لكن سمول سايز، وفي الايمج اللي هي الاكزيال موجود عندي هو موجود اليوترس. يبقى انا اقدر ايزي جدا بالام ار اقدر اشوف هو كلاس 1 اللي هو بيحتوي على ايه؟ بيحتوي لا اما عندي ابسنت يوترس، لا اما ان انا يكون عندي هايبوبلاستيك يوترس. في ترم احنا بنقوله بنسميه الانفانتايل يوترس. ايه الانفانتايل يوترس ده؟ الانفانتايل يوترس ده زي الهايبوبلاستيك يوترس، لكن ما بلاقيش عندي زون الاناتومي، ما بلاقيش، مش قادر اشوف الاندوميتريوم ولا جانكشنال زون. في بقى سندروم اسمها مايكروتينسكي كاستر سندروم، دي بتكاركترايز بايه؟ بتكاركترايز ان انا بلاقي عندي اجينيسيس في اليوترس، زي ما احنا شايفين مفيش هنا يوترس، طبعا البوس اوفري موجودين هنا كده، والاقي ابسنت كدني على وان سايد موجوده. انا بصيت في الكورونال الرايت كدني موجوده، الليفت مش موجوده، يبقى لازم نحط في دماغنا ان احنا مع كلاس 1، لازم لما نبص نلاقي ابنورمالتي في اليوترس نطلع على الكدني على طول نبص اذا كان عندي فيه ابنورمالتي في الكدني ولا لا. احنا انذر ايمج اهي لكلاس 1، ده عندي ايه؟ عندي هايبوبلاستيك يوترس، اليوترس موجوده هو الاندوميتريوم لكن سمول سايد، والفاجينا مش موجوده خالص. هنبدا نتكلم على كلاس 2 بتاعي اللي هو عباره عن اليونيكورنت يوترس. اليونيكورنت يوترس من الكلمه يبقى عندي 1 موليان دكت اتكونت كويس جدا، والاذر موليان دكت ما اتكونتش، لا اما اتكونت، لا اما اتكونت صغيره، لا اما يعني اتكونت بديفورميتي، او انها ما اتكونتش خالص. فبينتج عندي اربعه. طيب لا اما ان انا بكون بلاقي عندي يونيكورن تيوترس وزاوت رودومنتري هورن، او يونيكورن تيوترس وذ رودومنتري هورن وذ نو يوتراين كافيتي، لا اما الاقي عندي رودومنتري هورن وذ نورمال يوتراين كافيتي كوميونيكيتنج مع النورمال كافيتي، لا اما نار كوميونيكيتنج رودومنتري هورن. لازم ابص برضو على رينال انوري لانها موجوده في 40% على الابسي لاترال ابنورمال مولريان دكت زي ما احنا شايفين كده. طيب انا دلوقتي عملت ولقيت ان انا ايه عندي يونيكورن تيوترس. الفيرست ايمج موداليتي اللي بيتعرف فيها دايما الهيستروسالبنجيوجراف بيبان زي ايه؟ زي الصوره اللي انا حطاها دي، الاقي عندي هنا بنانا شيب او فيوزي فورم اوف ميد لاين يوترس، وبيبقى ليه 1 فالوبيان تيوب زي ما احنا شايفين كده. لو انا عندي سمول كوميونيكيتنج هورن موجود هنا اقدر اشوفه بالهيسترو، لكن لو عندي نون كوميونيكيتنج هورن او ردومنتري هورن نيفر ان انا اشوفه بالهيسترو ابدا. الالترا ساوند نفس الكلام، اقدر اشوف بيه الوان هورن ده بلاقيه عباره عن يوترس عادي جدا بس هو سمول سايز، والاقيه اوف ميد لاين. الام ار اي طبعا ده البيست ايمجنج موداليتي ان انا اقدر اشوفه زي ما احنا شايفين كده، بلاقي ان هو عباره عن سمول سايز كيرف شيب يونيكورن تيوترس، وبشوفه بالفرايتي بتاعته. مثلا الصوره دي انا لو جيت بصيت انا كل اللي شايفاه عندي يوترس ويل فورمد، في اندوميتريوم، في مايوميتريوم، في جانكشنال زون، لكن مش شايفه اي ستراكشر ثانيه ريليتد ده، يعني ده اقدر اقول عليها ان ده يونيكورن تيوترس وذاوت رودومنتري هون. الاذر برضو نفس الكلام، ده عباره عن رودومنتري يونيكورن تيوترس وزاوت رودومنتري هون، والاوفري موجود على البوست سايد وكمبليتلي نورمال. نيجي نبص على الايمج دي اتعمل لها هيستروسالبنجيوجرافي، لقينا عندنا هنا وان هورنز موجود اللي هو بنانا شيب واوف لاين واوف ميد لاين والايه وان فالوبيان تيوب. طيب لما عملنا الام ار اي لقينا ايه؟ لقينا عندي وان يوترس موجود هنا نورمال خالص بالزون الاناتومي بتاعي، ولقينا هنا يوتراين تيشو زي المايوميتريوم بالظبط لكن ما فيهاش اي ديفرنشيشن، يبقى ده الدايب اللي هو عباره عن رودمنتري هورن وذ نو يوتراين كافيتي.
انذر ايمج ده، لو جينا بصينا على الصوره اللي موجوده على الرايت سايد دي هلاقي عندي يوترس هنا نورمال بس هو اوف ميد لاين وسمول سايز وفي اندوميتريوم وميوميتريوم. لما نزلنا طلعنا قط شويه لفوق لقينا عندنا ان الانذر يوترس از بريزنت واليوترس ده كومبليتلي ديستندد وبلاد، يبقى ده انديكيت ايه؟ ان انا عندي انذر هورن بس الهورن ده اوبستراكتد، فلما بيحصل منستريشن البلاد بيأكيوميليشن ويعمل لي الهيماتو ايه؟ هيماتوميتريا. يبقى احنا خلصنا كلاس 2 هندخل على كلاس 3 وده ريزلت فروم اللي هو الدايدلفس يوترس. الدايدلفس يوترس ده عباره عن اثنين هورن موجودين، يبقى الاثنين فالوبيا الاثنين مولوريان داكت اتكونوا لكن حصل مشكله في الفيوجن ما هماش اتحدوا قوي. بيبقى كومن معاها ترانس فيرجن فازايدال سيبتم، بيبقى موجود كومن على وان سايد يعني وان مولوريان داكت معاها ترانس فيرجن فازايدال سيبتم. في الهيسترو هلاقي ايه؟ انا عندي اثنين يوترس مع اثنين سيرفكس، فلما بتيجي الدكتوره تحقن بتاعت واحنا بنحقن الهيسترو هتقول لي انا شايفه اثنين سيرفيكال كانال، بنحقن على اتش سايد لوحده، فينتج عني الصوره اللي انا حطاها دي. ان انا ابجي ابص كده هلاقي عندي هنا وان هورن على الرايت سايد مع الفالوبيان تيوب بتاعته وان هورن على الليفت سايد مع الفالوبيان تيوب بتاعته. نفترض بقى ان انا قلت ان انا ممكن الاقي عندي ترانس فيرج فاجينال سيبتم على وان سايد موجود. طبعا لو انا لقيت عندي ترانس فيرج فاجينال سيبتم يبقى الهورن واحد من الهورن دي مش هتبان، فبالتالي هيمس دايجنوز از ان هو يونيكورن ويت يوترس وعشان هشوف وان هورن اونلي. الالترا ساوند طبعا بيبقى الصوره مميزه بس لازم اجي اخد كورونال كات. زي ما احنا شايفين بنلاقي اثنين دايفر يوتراين كافتي ولهم اثنين يوتراين اثنين يوترس ولهم يوتراين كافتي ومايوميترم، والاقي فيه زي كليفت ان بتوين سيبريتنج البوس ايه البوس يوتراين كافتي. الام ار اي طبعا از ذا بيست في الدايجنوزز، زي ما احنا شايفين لو جينا بصينا كده هلاقي اثنين يوتراين كافيتي مور اور ليس سيمتريكال لبعض، فيهم اندوميتروم وفيهم مايوميتروم وعندي جانكشنال زون بس عندي وايد كليفت بينهم جدا. لو انا جيت مشيت القانون اللي انا خدته، لو خدت بقى هنا كده اللاين من الاوستيا دي او اللاترال مارجن دي لللاترال مارجن دي وقست المسافه بتوين الكليف دي هتبقى فيري لارج اكتر من 1 سنتيمتر. يبقى المنظر ده اول ما اشوفه اقوم دايجنوستيك للابنورمالتي اللي موجوده على الفيوجن، وده طبعا 100% سنستيفتي ان انا اقدر اشخصها. اجي ابص على الصوره دي، ده انذر برضو يوترس وده انذر يوترس والاثنين سيرفكس موجودين اهو. ده انذر ايمج من تحت لفوق، اجي ابص الاقي هنا اثنين فاجينا موجوده عندي، هنا اثنين سيرفكس موجود، هنا اثنين يوتراين كافيتي، وبعد كده صوره كورونا موضحه لي اليوتراين كافيتي هنا واليوتراين كافيتي هنا والسيرفكس هنا والسيرفكس هنا. هندخل على البايكونويت يوترس، البايكونويت يوترس ده حصل بينهم فيوجن بس مش كومبليت، يبقى الاثنين مولوريان داكت اتكونوا واتقابلوا في الميد لاين لكن ما حصلش بينهم كومبليت فيوجن، فهيبدا يتكون عندي اثنين هورن موجودين زي ما احنا شايفين في الصوره دي. الهيستروسالبينجيوغرافي بتبان الصوره زي ما احنا شايفين، اثنين سيمتريكال يوتراين كافيتي واثنين فالوبيان تيوب. زمان قبل 3 دي وقبل الام ار اي كنا بنقعد نقول ايه؟ هنقيس شويه حاجات في الهيسترو عشان نشخص، نقيس الانجل ان بتوين الهورن ده والهورن ده، الانجل دي لو لقيناها اكتر من 75 اكتر من 105 ديجري يبقى ده دايجنوستيك للبايكورنويت، لو هي اقل من 75 يبقى سبتيتي تيوتر، لكن في جاب كبيره بتوين ال 75 الديجري وال 105 فقلنا لا ما عادش حد بيعتمد على الانجل دي وبقينا بنعتمد على 3 دي ميجرمنت والام ار اي ميجرمنت. وبرده كنا بنقيس حاجه ثانيه حاجه اسمها الانترا كورونال ديستنس، دي كنا بناخد لاين كده بناخد لاين من هنا كده لغايه هنا ونقيس الديستنس دي قد ايه، لو اكتر من اربعه كنا بنقول ان ده عباره عن بايكونوتيوت، لو اقل من اربعه يبقى سبتيتي تورز، لكن ما عادش حد بيستعمل الميجرمنت دي خلاص، دلوقتي بنعتمد على الام ار اي وال 3 دي، طبعا بقدر اشوف بالام ار اي وال 3 دي الترا ساوند الاكسترنال كونتور بتاعي بتاع السيرفيس وباخد اللاين احنا اتفقنا عليه، بنمشي من الاوستيا للليفت للاوستيا للرايت واقيس الديستنس بتوين اللاين ده وبتوين الانر فاندل سيرفيس، لو هي اكتر من نص يبقى احنا بنتكلم على سبتيت، لو هي اقل من نص زي ما احنا شايفينها في الصوره دي يبقى ده بايكورنوت يوترس. واللاين الثاني اللي باخده ده انا بمشي على السورفس بتاعي وعلى الكليفت وارسمه واخد لاين على الموست هاير بارت بتاعت الفندل بتاعي واقيس الديستنس الدبث بتاع الكليفت، لو الديستنس بتاعت الكليفت اكتر من 1 سم يبقى انا بتكلم في بايكورنوت يوترس، لو اقل من 1 سم يبقى انا بتكلم في سبتيت يوترس. بعد كده الكلاس 5 وده الموست كومن كلاس عندي اللي بلاقيه اللي هو عباره عن السبتيتي تيوترز، السبتيتي تيوترز ده ذا موست كومن انومالي، ات مي بي سسبكتد ان ذا بيشنت وذ هيستوري اوف ميست تريمستر بريجنانسي لوس
correct diagnosis is important because a septated uterus is surgically correctable. The diagnostic dilemma اللي احنا بتقابلنا دايما، هل ده septated ولا ده bicornoid؟ هو ده المطر اوف كونترافيرس. بقيه الحاجات ازلي diagnosed هو، لكن المشكله عندي هل ده septated ولا ده bicornoid uterus. مهم جدا ان انا عشان اشخص septated uterus اشوف الاوتر اكفاندل سيرفيس، هل هو كونفكس ولا هو فلات ولا هو في كليفت كبير. لازم عشان اشخصه يكون كونفكس او فلات او مينيمالي اندنتد. السيبتم بتاعي ده ممكن يكون كومبليت او يكون بارشال، ممكن يكون فايبرس، ممكن يكون ماسكولر، ممكن السيبتم يوصل لغايه الفاجينا. نيجي نبص هنا، لو انا عملت طبعا تشخيص ببدا الفيرست موديل بستعملها الهيستروسالبينجوغرافي، زي ما احنا شايفين انا بعمل الهيسترو. لما باجي بكتب الهيسترو ده بقول دبل يوتراين كافيتي. اوكي، ما عندناش بنقيس انجل، ما عندناش بنقيس انترا كونوال دنسا اللي كنا بنقيسها زمان، بنقول دبل يوتراين كافيتي ونطلب انذر ايمجنج موداليتي. زي ايه؟ زي 3 دي في الايمج دي. لما اجي ابص الاوتر سيرفيس بتاعي راوندد، اللاين اللي انا خدته اهو ان بتوين الاوستيا دي للاوستيا دي وقست الديستنس اكتر من نص سنتي. طبعا واضح ان السبتا موجود ان بتوين الاثنين كورني اهو. ده الاذر لاين اللي انا باخده في الام ار اي، بمشي على السيرفيس وارسمه في مينيمال اندنتيشن من هنا. اجي اقيس الديستنس بتوين اللاين الفوقاني والمينيمال اندنتيشن هلاقيها اقل من نص سنتي. يبقى ده هايلي دايجنوستيك فور ايه؟ فور سبتيتد يوترس. الام ار اي زي ما احنا قلنا بقدر اشوف الاوتر سيرفيس كونتور بتاعي، اقدر اشوفه اذا كان راوند زي ما انا ماشي عليه، ده الاوتر سيرفيس كونتور. بقدر اشوف السبتم الموجود، انا عندي هنا اهو سبتم ده عباره عن ماسكولار، لكن اكمل معايا كده هنا في لو سيجنال انتنسيتي سبتم مكمل معايا لتحت خالص غير السيرفيس. يبقى انا بالام ار اي قدرت اشوف الاوتر سيرفيس كونتور ده، قدرت اشوف السبتم اذا كان ماسكولار ولا كان فايبرس، اذا كان كومبليت ولا انكومبليت. ده انذر ايمج اهو 3 دي، عندي مينيمال اندنتيشن. لو انا خدت اللاين بتاعي هنا ومشيت من الاوستيا دي للاوستيا ده وقست الديستنس دي هلاقيها اكتر من نص سنتي، وفي نفس الوقت السيرفيس بتاعي مفيش كليفت، انا عندي مينيمال اندنتيشن. الام ار اي اهو كومبليت سبتيتد يوترس. لما ابص على الصوره بتاعتي اهو الاوتر سيرفيس بتاعي كونفكس وراوندد من هنا، وده ماسكولار سبتم ومكمل معايا بلو سيجن انتنستي فايبرس سبتم. ده انذر ايمج اهو ام ار اي كورونال، برده نفس الكلام الماسكولار سيبتم موجود عندي وده انكمبليت سيبتم، والاوتر سيرفيس انا قادر اشوفه وقادر امشي عليه واقدر ارسم اللاينز بتاعتي. بعد كده هنتكلم على كلاس 6 اللي هو عباره عن الاركوت يوترس، والاركوت يوترس ده نيرلي نورمال، هو جاست في مينيمال ما حصلش كومبليت ريزوربشن للايه للسيبتم الموجود، وده بيبقى كاركترايزد باي ايمج ان انا جاست بلاقي مينيمال اندنتيشن على الاكسترنال سيرفيس بتاعي الاكسترنال سيرفيس فاندل سيرفيس، وده كونسيدر مايلد فورم اوف ذا انومالي. بالهيسترو بتاعتي بلاقي الصوره بتبان ازاي، زي ما احنا شايفين هنا كده هلاقي في سادلت او بروت شيب اندنتيشن على اليوتراين فاندس، جاست مينيمال اندنتيشن. طيب لما باجي اعمل ال 3 دي ايمج بتاعتي اللي هتبان ازاي؟ ال 3 دي بتاعي زي ما انا كده اجي ابص هنا زي ما احنا قلنا في سادلت او بروت اندنتيشن موجود على الاندوميتريال كافيتي، ولو اجي اخد اللاين اللي احنا اتفقنا عليه من الاوستيا دي للاوستيا دي وقست الديستنس دي مش ممكن تعدي ابدا ابدا 1.5 سنتي، لازم تبقى اقل من 1.5 سنتي. نفس الكلام ده اهو سادل دي برود اندنتيشن، والام ار اي نفس الكلام هلاقي عندي سادل دي برود اندنتيشن، ولو قست المسافه من الاوتر سيرفيس هنا لغايه الديستنس دي هلاقيها مش ممكن تعدي 1.5 سنتي. ده اهو نفس الكلام، ده عباره عن اركوت شيب يوترس مع الكونفكس اوتر سيرفيس وراوندد، جاست ان انا عندي برود بيز اندنتيشن على الاندوميتريال لايننج. هنتكلم على التي شيب يوترس، والتي شيب يوترس ده عباره عن هايبوبلاستيك ريجولار يوترس. كانوا زمان بياخدوا الناس هرمون فكان بيعمل ابنورمالتي لليوترس ويديني المنظر التي شيب يوترس. طب هو بيبقى تي شيب ليه؟ لان اليوترس بيكون سمول سايز هايبوبلاستيك، الابر فاندل اندوميتريال كانال بتبقى شالو وبتكون سمول، اللور سيجمنت بتاعتي بتبقى وايدر وبتبقى تولر اند وايدر. الاندوميتريال كافيتي بلاقي فيه فيلينج ديفكت وارجولارتي، ممكن يكون معاه سيرفيكال ابنورمالتي، وممكن الاقي عندي فالوبيان تيوب ابنورمالتي. الفالوبيان تيوب ممكن الاقيها ترانكيتد وشورت، ممكن الاقي فيها اوت باوتشنج، زي مثلا لما نيجي نبص هنا في الصوره بتاعه الهيسترو، اول ما ابص على الصوره ده تي شيب يوترس. لو جينا بصينا الابر سيجمنت بتاعتي سمول، اللور سيجمنت هنا وايد اند لونج، هلاقي فيه الريجولارتي موجوده على السيرفيس، على السيرفيس بتاعي السيرفيس اهو الانر سيرفيس بتاع اليوترس في شويه الريجولارتي. البروكسيمال اند بتاعتي هنا فيها نروينج.
ده كاركترستيك ابييرنس بتاعت ايه؟ التي شيب يوترس. الالترا ساوند ما لهوش اي رول في الدايجنوز. الام ار اي لو انا جيت بصيت ده اهو اليوترس على بعضيه، ده الاندوميتري الكافيتي، هلاقي ان هو تي شيب، هلاقي فيه ان هو سمول سايزد، هلاقي ان اللور سيجمنت وايدر ذان الابر سيجمنت، هلاقي هنا ان جانكشنال زون حصل فيه الريجولر سيكننج، والسيكننج ده عمل لي اندنتيشن زي ما انا شايفه مثلا في الحته دي، زي ما انا شايفه في الحته دي بيعمل لي كونستريكشن على الاندوميترال كافيتي، وده هايلي كاركترستيك. ده صوره مجمعه للانوميلي بتاعتي. ده عباره عن اليونيكورن وتيوترس، ده عباره عن البايكورن وتيوترس بالكليفت اللي موجود عندي، ده عباره عن سبتيت كومبليت سبتيتد يوترس، ده عباره عن انكومبليت سبتيتد يوترس، ده عباره عن التي شيب يوترس. في بس انوميلي واحده هتكلم عليها كمان اللي هو عباره عن الفاجينا سبتم. احنا اتكلمنا ان ممكن السبتم اللي هو بتاع البايكون ممكن يبقى كومبليت ويوصل للسيرفكس والفاجينا، والسبتم بتاع السبتيتد يوترس ممكن يبقى كومبليت ويوصل للفاجينا، لكن ده كله لونجيتودينال سبتم. ساعات بيكون عندي ترانزفيرس سبتم، ده بيتكون نتيجه ايه؟ بيكون نتيجه ان انا عندي اللور فاجينا بتيجي من منطقه غير اللي بتيجي منها الابر تو سيرد اوف ذا فاجينا. الابر تو سيرد فاجينا بيكون من المولاريان داكت، لكن اللور سيرد فاجينا بتيجي من الساينو فاجينا البلب. لما بييجوا الاثنين يحصل لهم مايجريشن، ده اب والتاني داون، ويتقابلوا في الميد لاين، بيبقى في سبتم ان بتوين. لو السبتم ده حصلوش ريزوربشن يبدا يحصل عندي ترانسفير فيرست فاجينا سبتم، وده بيأوكير اني وير ان ذا فاجينا، وده بيبقى عباره عن فايبرس تيشو. طيب دلوقتي انا عندي ترانسفير فاجينا سبتم، البنت بقى دخلت في البيوبرتي وبدا يحصل عندها منستويشن، البلاد مش هيروح في حته، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي هيماتو كوربس. طيب في ايتم تاني احنا بنقوله بيحصل فيه هيماتو كوربس وهيماتوميتري اللي هو عباره عن الامبرفورت هايمن، هو بيبقى زي اللو اللو ترانسفيرس فاجينال سبتم، لكن ده مش من المولاريان داكت انومالي، والمفروض ان انا افرق بينهم لان طبعا التريتمنت بتاع الاثنين مختلفين تماما. الايمجنج بتاع الترانسفيرس فاجينال سبتم ده بيبقى ايه؟ انا اللي بيحصل عندي ايه؟ في ترانسفيرس فاجينال سبتم البلاد بيأكيوميليت، يبقى لما اجي اعمل الهيسترو ملوش اي رول في الدايجنوز. لما اجي اعمل الترا ساوند هلاقي عندي سيستيك ماس فيلد البلفيك، والاقيها ايه؟ والاقيها كلها فيها انترنال ايكو كورز انترنال ايكو، وممكن ساعات من كتر ان البلاد اكيوميليتد ممكن تبان از ا سوليد ماس ان ذا بلفيك كافيتي. الام ار اي هايلي دايجنوستيك، الام ار اي هيبان ايه؟ فاجينا ديستندد وذ بلاد، ممكن البلاد يوصل لغايه الاندوميتريا، بس طبعا الاول الفاجينا باكيوميليت لان الديستنسابيلتي بتاعت اليوترس الترين مايوميتريا بتبقى اقل من الفاجينا، فبالتالي بياكيوميليت في الفاجينا اكتر. هلاقي بلاد، يعني هلاقي حاجه فيها سيجنال انتنستي هاي في تي 1 وسيجنال انتنستي لو في تي 2، او يعني اوف ديفر سيجنال انتنستي اوف تي 2 لان هو ديفر ايجنج بلاد زي ما احنا شايفين هنا كده. ده الفاجينا مليانه ببلاد في هاي سيجنال، هنا هو هنا هاي اهو وهنا لو عشان هو ديفر ايجنج. اللور يوتراين سيجمنت مينيمالي ديستند ذا بلاد. لو بصينا في الصوره الاكزيال دي ده ترانسفيرس فاجينال سبتم اللي موجود. انذر ايمج برضو موجوده هنا اهو، الفاجينا كومبليتلي فيلد وذ بلاد، ده النورمال يوترس، ده عباره عن الفاجينا فيلد وذ بلاد وده النورمال يوترس. انا كده خلصت محاضرتي، انا حاولت اختصرها وحاولت اتكلم اكتر على صور لان انا عارفه ان المولاريان داكت انومالي مش لطيفه قوي، ويا رب اتمنى ان انا اكون وصلت المعلومه، وشكرا لكم جدا. شكرا جزيلا دكتوره نرمين.